أحمد، نؤكد ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن التقارير الأولية تفيد بسقوط عدد من الإصابات في يعرى بالجليل الغربي عقب تسلل عدد من المسيرات. يعني بالفعل الحديث عن إصابات في منطقة يارا بعد تسلل عدد من المسيرات. المسيرات هي أوسطة سطرات الإنذار تم تفعيلها في مناطق عديدة في الجليل الغربي في مناطق واسعة وعلى دفعات وعلى مرات متتالية، ولكن على ما يبدو أن الهدف كان منطقة يارا، ولكن أيضا من طبيعة تفعيل صافرات الإنذار هذا يشير إلى أن المسيرات ربما يعني انطلقت نحو أكثر من هدف على الحدود، وهو ما يفسر الرقعة الجغرافية الواسعة التي تم تفعيل فيها صافرات الإنذار. وهذا يأتي أحمد بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم مواقع لحزب الله في جنوب لبنان في الليلة الماضية وهذا الصباح، وأبرزها بمناطق عيت الشعب، بيت ليف وحولة. يعني الجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف منشآت يدعي بأنها تابعة لحزب الله. هذه المنشآت هي عبارة عن مباني في المناطق اللبنانية، هو أيضا يستمر في هذه الغارات وفي القصف المدفعي على الجنوب اللبناني، وفي الأيام الأخيرة كانت هناك يعني عملية اغتيال لأكثر من عنصر من عناصر حزب الله، وتبنى الجيش الإسرائيلي هذه العمليات وتحدث عن يعني عن أن أحد الذين تم اغتيالهم هو قائد وحدة في وحدة أو قائد قوة في وحدة الرضوان، وهي الوحدة الخاصة التابعة لحزب الله. وعليه نتحدث عن استمرار للهجمات الإسرائيلية على لبنان، وهو أيضا ما يستدعي ردا من حزب الله. فمثلا عندما رد حزب الله على استهداف النبطية والتي أدت عملية الاستهداف نعم، إلى ونحن أحمد نتابع هذه الصور الأولية حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط جرحى بعد إصابة منزل في عرب الجليل الغربي، وأيضا نقلا عن دفاع الجوي الإسرائيلي قال بأنه أطلق صواريخ اعتراضية بعد دوي صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الغربي. نتابع إذا هذه الصور أحمد، وأيضا آخر التحديثات معك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابات بعد استهداف مبنى في مستوطنة يعارة قرب الحدود اللبنانية. إذن أحمد، ما زلت معنا، لو تحدثنا عن آخر بيان للجيش الإسرائيلي حول هذه الحادثة، ونحن نتابع هذه الصور الأولية وصفارات الإنذار التي تدوي في زرعيت وشتولة بالجليل الأعلى.